هل تحبون زيارة الأماكن الساحرة التي تشبه سويسرا الصغيرة؟ هل تودون رؤية التلال الخضراء المغطاة بالأشجار؟ إذا كان كذلك، فلدينا لكم خبر مدهش، فقد ابتكر فريق سويسري آرو طائرة بجناح مائل تمكنكم من الطيران إلى هذه الأماكن بسهولة وسرعة. هذه الطائرة قد اجتازت 550 رحلة تجريبية بنجاح، وتخطط لإنتاج عدة نماذج بعدد مختلف من المروحيات. الميزة المشتركة هي الجناح الذي يقف رأسياً عند الإقلاع والهبوط، ثم يعود إلى الوضع الأفقي. النسخة ذات 8 مقاعد تستطيع حمل 750 كيلوغراماً من الحمولة والوصول إلى سرعة 350 كيلومتراً في الساعة مع مدى 1020 كيلومتراً. وليس فقط السياح يمكنهم استخدامها، فالمبتكرون يخططون لتصميم نماذج للأطباء والخبراء في المجال اللوجستي. هل تريدون أن تكونوا أصحاب أسلوب وذوق في عالم السيارات؟ هل تحلمون بقيادة سيارة رياضية تجعل الجميع ينظرون إليكم بإعجاب وحسد؟ إذا كان كذلك، فعليكم أن تتعرفوا على سر شكل هذه السيارات الغريب. إنها الديناميكا الهوائية التي تجعل الهواء يتدفق حول السيارة بدون عناء، وبهذه الطريقة تقللون من استهلاك الوقود وتحسنون من التوجيه، وتستطيعون الوصول إلى سرعات خارقة بمساعدة الأجنحة. فمثلاً، في عام 2017 قامت لامبورغيني هوراكان بالدوران حول حلبة نوربورغرينغ، وحطمت رقماً قياسياً بين السيارات الإنتاجية بزمن 6 دقائق وثانية واحدة واثنتان وخمسون جزءاً من المئة. ولكن هذا لم يكفي فريقاً من هولندا، فقد صمموا سيارة كهربائية تدعى Light Years Zero بمعامل سحب 0.175، وهو أقل من نصف معامل سحب هاريكين. ولا نغفل عن مكلارن سبيد تيل التي تم إنتاج 106 نسخ منها فقط، والتي أذهلت الجميع بخصائصها المدهشة، مثل خفض ارتفاعها ب 35 مليمتر وسحب مراياها وأجنحتها المرنة. وعلى الرغم من أن معامل سحبها 0.279، إلا أنها تصل إلى سرعة 403 كيلومترات في الساعة. هذه السيارات تجعلكم تشعرون بالإثارة والمتعة، وأحياناً بالضحك. هل تبحثون عن حل مثالي لحماية وعزل الكابلات والأنابيب؟ هل تريدون أن تكونوا مطمئنين لسلامتها في المجمعات التجارية والسفن الحربية؟ إذا كان كذلك، فعليكم أن تتعرفوا على هذه المنتجات الرائعة التي تصنع في السويد، فهي تتمتع بقدرات عالية في مقاومة الحريق والغاز والماء، وتتكيف بسهولة مع أحجام وأشكال مختلفة من الكابلات والأنابيب. وبفضل تقنية القطر المتعدد، تغطي 6 نماذج أساسية أقطاراً من 3 إلى 99 مليمتر. وإذا كان لديكم كابلات فردية، فهناك خيارات تصل إلى 580 مليمتر. ولزيادة كفاءة عملكم، يمكنكم استخدام برنامج Transit Operate الذي يساعدكم على إنشاء وثائق للمفتشين بسرعة. هذه المنتجات تجعل حياتكم أسهل وأكثر أماناً. هل تحلمون بالطيران في السماء مثل الطيور؟ هل تريدون أن تكونوا أبطالاً خارقين مثل آيرون مان؟ إذا كان كذلك، فعليكم أن تتعرفوا على فينس ريفيت، الطيار والمغامر الفرنسي الذي حقق إنجازاً مذهلاً. فقد استطاع أن يصعد 100 متر في 8 ثوان، وأن يصل إلى سرعة متوسطة تبلغ 241 كيلومتراً في الساعة خلال 30 ثانية فقط. والأهم من ذلك أن ريفيت انطلق من الأرض بحزمة نفاثة وليس بطائرة. هذه الحزمة النفاثة هي تطوير لفريق جيت مان دبي الذي يسعى لاستكشاف الحدود في مدينة الأحلام. هذه المركبة تستطيع التحليق والدوران والتغيير السريع للاتجاه، وسرعتها القصوى تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة. لسوء الحظ، توفي ريفيت في رحلة تدريبية أخرى في نفس العام، وفريق جيت مان دبي لا يكشف عن التفاصيل، ولكن يبدو أنه ما زال يعمل على تطويره. إذا كنت تبحث عن اختراعات جديدة في عالم العلوم والتكنولوجيا، فلا بد أن تلقي نظرة على هذا الروبوت السككي الذي صنع في بلاد الشمس المشرقة، الذي يبدو وكأنه إنسان،
هذا الروبوت البشري يسيره مشغل يرتدي نظارة واقع افتراضي. يقول المبتكرون إن التحكم فيه سهل وبديهي، فالروبوت يكرر حركات رأس المشغل وأدوات خاصة تحدد وزن الأشياء التي تمسك بالأيدي الآلية. وفقاً للأخبار، سيساعد هؤلاء الروبوتات على تقليل عدد الحوادث وتوفير المال، حيث سيقلصون عدد العمال بنسبة تصل إلى 30%. من المقرر أن تبدأ المبيعات في ربيع وصيف عام 2024. هذه المنتجات تجعلكم تشعرون بالدهشة والإعجاب، وأحياناً بالخوف، لكن ماذا لو انقطع التيار الكهربائي أو تعطلت النظارة؟ هل سيستمر الروبوت في العمل أم سيتوقف؟ هل تعلمون أن هناك مكب نفايات ضخم في المحيط؟ يسمى ببقعة المحيط الهادئ القمامية، ويقدر مساحته بمليون ونصف مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 3 أضعاف حجم السنغال. لذلك كلما ازداد عدد روبوتات النظافة التي تبتكر في العالم كان ذلك أفضل. هذا الروبوت يستطيع العمل في المياه الساحلية حتى لا تنجرف القمامة المحلية إلى المحيط. يزن هذا الروبوت المنظف 72 كيلوغراماً، وشحنة واحدة تكفيه للست ساعات من العمل المستقل بسرعة تصل إلى 3 كيلومترات في الساعة. وفي يوم واحد يجمع هذا الروبوت حتى 500 كيلوغرام من القمامة. وقد تم اختبار النماذج الأولية في روتردام. كما يخطط الفريق لبناء روبوت ضخم يجمع نفس 500 كيلوغرام في مرة واحدة. هذه الروبوتات تجعلكم تشعرون بالإعجاب والتقدير، وأحياناً بالأسف. هل تريدون أن تكونوا مستقلين ومتحركين بحرية وأمان؟ هل تريدون أن تستمتعوا بالتجول في الأماكن المزدحمة دون خوف أو قلق؟ إذا كان كذلك، فعليكم أن تتعرفوا على كراودبوت، الكرسي المتحرك الروبوتي الذي يمثل ثورة في عالم التكنولوجيا. هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويجري اختباره في سويسرا، وهناك 7 منظمات بحثية مهتمة به أيضاً. فقد نجح الخبراء في دمج روبوت بكرسي متحرك. يستطيع الكرسي المتحرك الروبوتي مشاهدة ما يحدث حوله والتعرف على المشاة أمامه، وإذا كان هناك خطر من التصادم يختار حركة لتفاديه بدلاً من التوقف المفاجئ بفضل الرؤية بزاوية 360 درجة. وسرعة رد فعل خوارزمية التنقل هي 0.1 ملي ثانية. ولكن هناك مشكلة واحدة، الكرسي المتحرك الروبوتي لا يستطيع التنبؤ بالحركات المفاجئة للمشاة، لذلك هناك حاجة إلى اختبارات لتحسين هذه النقطة. بالإضافة إلى ذلك، يولي الفريق اهتماماً بالجانب التشريعي، مثل تحديد سرعة هذا النوع من المركبات. هل تحبون مشاهدة الابتكارات الجديدة في عالم الفضاء؟ هل تريدون أن تروا نظاماً للألواح الشمسية ينفرد بطريقة فريدة؟ إذا كان كذلك، فعليكم أن تتعرفوا على روزا، النظام الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2017. يتكون هذا النظام من لفافة تنبسط مثل المخطوطة، وتأخذ الأسلاك شكلها المطلوب عند تسخينها بالشمس. يزن هذا النظام 325 كيلوغراماً، وبفضل حجمه الصغير تحتل البطارية مساحة أقل 4 أضعاف من المعتاد. وقد استمرت التجارب في الفضاء لمدة أسبوع، وأشارت ناسا إلى أن البطارية المخطوطة سهلة التحجيم، وأن فكرة تسخين الأسلاك مناسبة للاستخدام في الهوائيات مثلاً. ولكن هناك مشكلة واحدة، كان هناك صعوبة في تفكيك النظام، وفي النهاية تم إسقاط البطارية في الفضاء. على أي حال، نجح التطوير، وتم اختيار بطاريات مماثلة يمكن تركيبها فوق القديمة لتحديث محطة الفضاء الدولية بقدرة تصل إلى 215 كيلو واط. هذه المنتجات تجعلكم تشعرون بالإعجاب والتقدير، وأحياناً بالدهشة. هل تحبون مشاهدة الابتكارات الجديدة في عالم الروبوتات؟ هل تريدون أن تروا منصة روبوتية قابلة للتكيف مع أي استخدام؟ إذا كان كذلك، فعليكم أن تتعرفوا على المنصة التي أنشأتها شركة سوزوكي اليابانية بالتعاون مع فريق أبلايد إيفي الأسترالي. تستطيع هذه المنصة أن تقوم بأي شيء من توصيل الطعام إلى الخدمات اللوجستية الصناعية، والأساس هو هيكل من سوزوكي تشيمني، وتعمل المنصة بالكهرباء،
ومن حيث التحكم يبرز المبتكرون نظام العمود الفقري الرقمي الذي يمكن وضعه على مركبات بدون طيار أخرى، وبالإضافة إلى ذلك فهو مناسب حتى لأساطيل السيارات الضخمة. لم يتم الإفصاح عن الخصائص بعد، ولكن هناك خطط لإنتاج تجاري، لذلك قد نرى هذا النموذج في عروضنا المستقبلية. هل تحب القطارات؟ إذا كنت كذلك فربما ترغب في ركوب قطار بخاري قديم في الهند. هذا القطار تم بناؤه في عام 1855 وهو يعمل حتى الآن، ولكن في كثير من الأحيان تتعطل هذه القطارات القديمة لأنه لا توجد قطع غيار متوفرة لإصلاحها، فهي لم تعد تصنع أو تباع بشكل منفصل. فما الحل؟ طباعتها بالطابعة ثلاثية الأبعاد، هذا ما يفعله فريق من روسيا. باستخدام مادة بولي بروبيلان المملوءة بالزجاج يطبعون قطعاً مختلفة للقطارات، مثل المفاتيح والأقواس والغطاء والمرآة وغيرها. جميع طابعات الفريق متصلة عبر السحابة، يمكن مراقبة العملية من هاتف ذكي، ويمكن إرسال الملفات للطباعة عبر واي فاي. هذه هي بعض من الابتكارات الجديدة في عالم العلوم والتكنولوجيا التي تجمع بين الفائدة والإبداع والمرح. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدتها، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق. شكراً لكم وإلى اللقاء في فيديو آخر. مع السلامة.